حذر عضو مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي ليوم السبت 10 شباط 2024 جماهير المحافظة من الانجرار خلف الفتن، داعيا إياهم إلى الالتزام وتغليب لغة الحوار وتقديم المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار. دعا التميمي في بيان الجماهير من جميع الأطراف إلى الالتزام وتغليب لغة الحوار وعدم الانجرار وراء الفتن المصنعة التي تلعب على أوتارها منصات التواصل الاجتماعي في محافظة ديالى، داعيا إلى عدم المساس بأي شخصية في المحافظة ورص الصفوف وعدم نشر ما يمكن من خلاله شق وحدة الصف في ديالى. وأضاف التميمي إن العملية الديمقراطية تمر بمراحل متعددة، وما تشهده تشكيل الحكومات المحلية عملية ديمقراطية بحتة، مؤكدا إن أبناء محافظة ديالى على قدر كبير من الوعي والثقافة التي تصحح الأخطاء والروايات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبين أن الخلافات السياسية بين الكتل أمر وارد في العملية الديمقراطية، ويجب أن لا تؤثر على الشارع في ديالى، وعلينا التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار إلى التصادم. قال متحدث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونغا إن الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثة، موضحا إن مستوى الجوع في القطاع ترك الناس عاجزين. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لونغا للأناضول بشأن عدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع والمجاعة التي يعيشها السكان ووصول النظام الصحي إلى نقطة الانهيار. ومنذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية. دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس مساء الجمعة إلى الاهتمام بوضع المدنيين في قطاع غزة باسم الإنسانية. جاء ذلك في منشور له عبر منصة إكس تعليقا على الاستعدادات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقال فرانسيس إنه شعر بالصدمة والقلق العميق أزاء الأنباء المتعلقة بالعملية العسكرية المحتملة من قبل إسرائيل على رفح، وأوضح أنه يضم صوته إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في حماية جموع المدنيين الأبرياء الذين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه. وطالب رئيس الجمعية العامة 78 للأمم المتحدة باسم الإنسانية بأن يتم الاستماع إلى محنة هؤلاء الناس والاهتمام بهم. وجدد مطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والامتثال لالتزامات القانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني السبت إن عائلة حمادة بمدينة غزة عثرت على الطفلة هنس السنوات مقتولة داخل المركبة التي فقدت فيها منذ 12 يوما برفقة 6 من جثث أفراد عائلتها بينهم الطفلة ليام. وأضافت متحدثة الجمعية نبال فرسخ للأناضول أبلغتنا مصادر من العائلة إنهم عثروا على الطفلة هند مقتولة داخل المركبة وفيها 6 جثامين لأفراد عائلتها بينهم الطفلة ليان، فيما كانت بعض الجثث متحللة. وفي بيان أعلنت الجمعية العثور على مركبة الأسعاف التابعة لها والتي خرجت لإنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوما مخصوفة في منطقة تل الهوى غرب وبداخلها الطاقم مستشهدا. حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة السبت من كارثة ومجزرة عالمية في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح جنوب آخر ملاذ النازحين في القطاع. وقال المكتب في بيان نشره على منصة تليجرام نحذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح. وحمل البيان الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة والمزرة العالمية التي يلوح بارتكابها الاحتلال.
وأضاف تناولت وسائل إعلام التابعة للاحتلال الإسرائيلي نية وتهديدات جيش الاحتلال بمهاجمة واجتياح محافظة رفح جنوب قطاع غزة والتي تضم أكثر من 1,400,000 مواطن فلسطيني، بينهم 1,300,000 نازح من محافظات أخرى، مما ينذر بوقوع كارثة ومزرعة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى. كما حذر المكتب من أن اجتياح رفح قد يقع في أي وقت بالتزامن مع ارتكاب الجيش الإسرائيلي آلاف المجازر في محافظات قطاع غزة على مدار حرب الإبادة الجماعية. وطالب أيضا مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري والعاجل واتخاذ قرار يضمن إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة. قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية آنياس كاليمار الجمعة إنه على المجتمع الدولي واجب التحرك لمنع الإبادة الجماعية في غزة. وعبر منشور في منصة إكس أشارت كاليمار إلى احتمال شن القوات الإسرائيلية عملية برية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأضافت متسائلة: الإخلاء لكن أين؟ لا يوجد مكان يذهب إليه الفلسطينيون. وشددت كاليمار إن الفلسطينيين في غزة معرضون بشدة لخطر الإبادة الجماعية، وقالت إن المجتمع الدولي عليه التزام باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية. وفي بيان نشرته منظمة العفو الدولية عبر إكس حذرت فيه من أن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة على رفح ستكون لها عواقب وخيمة على أكثر من 1,000,000 شخص غالبيتهم من النازحين. ولفتت إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر للمناطق الريفية في رفح أكواما من الخيام وغيرها من المباني المؤقتة المبنية منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول الماضي. وشددت العفو الدولية على أنه في المناطق الحضرية في رفح يمكن رؤية حشود من الناس والمباني المؤقتة الجديدة في الشوارع. تعتزم الإدارة الأمريكية تنفيذ عقوبات ضد أفراد في الجيش الإسرائيلي من بينهم ضباط بسبب عدم إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الإدارة الأمريكية تستعد فرض عقوبات على جنود بالجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وفقا لتقرير داخلي لوزارة الخارجية في تل أبيب. وأوضحت إن فرض العقوبات سيشمل جنودا وقادة في الجيش في حال لم يقدم مكتب المدعي العام العسكري للحكومة الأمريكية أجوبة على سلسلة من التساؤلات والمطالبات في أقل من 60 يوما بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حذرت إسرائيل عدة مرات من عدم إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، لكن تجاوب تل أبيب لم يكن مرضيا. وأفق هيئة البث تأخذ إسرائيل تهديدات إدارة بايدن على محمل الجد، حيث تستعد الحكومة لاحتمالية توسع العقوبات لتطال مسؤولين في الجيش وأعضاء في الكنيسة البرلمان ووزراء.